بسم الله الحمد لله ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا كريم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم خذرين يجيب مثل وكل خاص كان يكون تكرر وتعلم شأني ومسات ربها اللي وعد المشان وجات لأضعف مخلوقات وهو ابن حملته عاهرة كافرة بأنعم الله مغرورة فق فيها شيطان حتى مش تفلقها وجي نار تفلق حتى مرور ولا جلقومة نتيها في عمر جلدتها وتسواها وتولي تختفي عن الأنظار لما كانت شوفوا كيف صنم شوفوا مجمل يعني انظروا لعينية انظروا الموش انظروا الخدودي انظروا لقني انظروا لشعري هذا كله سينتهي يوما ما لأنك أنت عديت ما سبق من حياتك بالإعجاب بنفسك ونسيت أن تتذلل إلى الله الذي هو خلقك ومنحك هذه الصورة من الجمال الارتيفيسيال مش الطبيعي خضر أنت نار كل الارتيفيسيال الارتيفيسيال مش توقع الذكر بين المؤمن في حبالك وياخذ وقت النساء لما الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم قال ثلاثة أربعة دوابة تخليك تختار المرأة جمالي من يدوم جنار وتطرح وتولي قبيحة الوجه بعد ما كانت هكا تجذب الأنظار من بعيد ويقلق أخبارها وكل كله أنا أقول أن هي جمالها باهر ليس ك يا جمال يا جمال وبرا بعد أيام تنقلب أحوالها إلى عكس ما كانت عليه حتى كانت في جمالها كانت تشكر ربي اللي أعطاها ذلك الجمال ورب جمال الوجه يخفي قبح الروح ونتونتها والسلام علينا أهل الإسلام.